pour les pointes mta'ashara. Maanata, c'est un soin, c'est un traitement qui vise vraiment le qalb mta'ashara mel dekhl, qui m'a par exemple kif ta'amlu le shampoing qbel par exemple la kératine li ḥall les écailles mta'ashara bach yotra, hadi nafs le principe ma'naha. Donc shara tta'alaj men dekhl bih taw عندك مده تستعمل فيه. شنو الاختلاف ما بين قبل وتو؟ شنو حسيت معناها الفرق؟ ليه حسيت شعري تحسن؟ قالوا لك ده معناتها ما نعرفش انا راجلك ومكتب لحكي لي شعري ديجا تحسن. نوصل الكاميرا. وليت معناها حسيت ما عادش يتيح، معناها كان ياسر يتساقط شعري. توا معناها خفت شويه، نقص معناها مش تصلح معناها، اما بتويل المده بتويعها باش يعطي ايفي خير من هكا. قلت لي ولا معناتها حسيت ويتوال؟ قلت لي زيد ما عادش اللي زايد في ساعة. لا ما عادش تقصفات نقصوا لك. عندك زيد مشاكل كانوا نتاع قشرة قبل قلت لي ولا شوية تنحى؟ هو علاش رحمة منتج هو ست أنا معناتها هو سبعة وظائف في منتج واحد. مشاكل الشعر الكل كما القشرة كما التساقط، الشعر الباهت، الشعر المزيت، الشايح، الشعر اللي يظهر فيه فراغات على مستوى فروة الراس، وزيد الفولارة أكثر حاجة رحمة توخر الشعر، فهمت؟ دونك هو عنده في انه يقوي الشعره ويعاود معناها يخليها تحيا من جديد البصيله نتاع الشعره. دونك سي تان سوان تري افيكاس. ناكد ونعاود اذا كنت تحبوا تجربوه مع ليتيليزاسيون ريغولير فوز الي غارونتيغ دي ريزولتا اوبتيمال. كلمونا على 71 84 04 05 اذا كنت تحبوا تتحصلوا عليه. بون اني ما عنديش مشاكل كبيره في شعري، لكن استعملته لي في نتاع الغافريشيسمون الي غارونتي محلاه، كي تستعمله تحس شعرتك تتنفس. رحمه فريمون هذاك الاحساس يدوم معك حتى بعد وانت تعمل في البروشينغ، باقي تحس اللي شعرك مازال تنفس. حاجه حلوه برشا وجديده معناتها في الدومين نتاع لي شامبوان، ماهيش معناتها ما تلقاوهاش ديما. نحب نحكي زيد على الباكاجينغ، ياسر مفخم الشامبوان معناتها اللي فيه باكاجينغ مزيان على الاخر، تلقاو لي ديتاي الكل منيش مصنوع، شنو فيه، شنو ما الوظائف اللي معناتها تلقاوه فيه، والبوتي تري جينيروز دونك تشدكم اكثر من نتصور ان تريتمون دو 2 موا 3 موا انت وشعرك، خاطر باش تحط كميه صغيره باش تعمل الفافا فيغ لافير، معناتها حاجة تري افيكاس ننصحكم بها. كلمونا على وسائل الاتصال المتاحة على شاشة التلفزيون. شنو تحب تزيد رحمة؟ ولا انا زاد ننصح المشاهدين انه يجربوه على خاطر ياسر افيكاس الشامبوان. مش تقعد تستمر بيه، مش تصورك اخر حاجة مش تولي تستعمل في الاخضر كي يبدا شعرك يتصلح كومبليت. جربهم الكل، وديجا نحب نحكي على البوتي نتاعو معناها ديجا فيه كونتيتي باهية يشد الكدا، معناها واحد باش يستعمل وحده باش يشد ميم با حتى دو موا. انت ما عادش تستعمل لا حرابش لا حتى شيء، سي بون معناتها حتى اللي ماسك مكتفيه بالشامبوان كهو. عطى لي فيه هو خير من برشا حاجات جربتها. خاطر هو رحمه ديجا دو زونا معناتها ابخي شامبوان وشامبوان، معناتها ما تستحقش انك تستعمل معناتها بعده حاجه اخرى، خاطر كيما قلت وفيه سبعه في واحد، وفيه زيوت طبيعيه غنيه برشا معناتها اوليو باش تعمل الزيت قبل، واحنا تو نعرفوا الدار والصغار والخدمه معناتها فريمون ماكش تلقى وقت برشا روحك. دونك هو فيه لي ماسك معناتها، كان باش تعمل لي ماسك وفيه الزيوت، كان تحب تعمل حاجه ولا تشرب حرابش انتي باكتيري ولا حاجه في شعرك هكا، هو فيه لي في انتيبيوتيك، فيه لي في انتيبيوتيك، فيه معناتها لي زويل ناتوريل، معناتها سي ان سوان كومبلي. وهو ديجا اللوغو نتاع معناتها سلوغان نتاع المارك سي لو ميراكل كي فيان دو لا ناتور، معناتها سي ان ميراكل كي فيان دو لا ناتور. هذا هو شنو نجم نلخص الجام اللي تحضر معنا هونكا كارل اليوم، حاجه تري افيكاس. كلمونا على وسائل الاتصال المتاحه على شاشه التلفزيون باش تتحصلوا عليه توا، على خاطر يمكن يخرجوا معناتها ما تلقاوش الحاجه اللي تحبوا عليها سنو المشاكل نتاع شعركم. نشكرك برشا رحمه، ان شاء الله كل ما تبدا حاجه هكا الفيزي للنساء المتحجبات تكون انت معنا وتكون حاضره وتشاركنا معناتها تجربتك مع السادة المشاهدين. دونك احنا باش نتعداو لتيموا اخرى اكيد تعرفوها، نخليكم تكتشفوها زيد شويه، احنا راجعين مازلتم واصلين معنا في تيلي اشات ونسنا.